مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشه ابعاد وامكانيه تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم الاعلان عنه اليوم. اعلنت قوات التحالف العربي عن هدنه جديده ولمده يومين قابله للتمديد في حال التزمت بها ميليشيا الحوثي وحلفاؤها. ووفقا لبيان التحالف، فقد تقرر عقد الهدنه استجابه لطلب من الرئيس عبد الرب منصور هادي وتجاوبا مع جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن. التحالف أكد أنه سيتم التصدي لأي أعمال أو تحركات عسكرية تقوم بها الميليشيا في أي منطقة، وإن الأجواء اليمنية خاضعة للمراقبة. من جانبه، دعا الرئيس هادي قوات الجيش إلى اليقظة الدائمة وأخذ الحيطة والحذر والرد على أي خروقات قد ترتكبها الميليشيا. آفاق الهدنة وأبعادها السياسية والعسكرية ستكون موضوع نقاشنا في حلقة اليوم من زوايا الحدث، وسنناقشها في محورين: ما هي الأبعاد الميدانية للهدنة، خصوصا أنها أتت بعد تقدم ملحوظ لقوات الجيش الوطني في العديد من الجبهات، وماذا يعني الدخول في وقف إطلاق النار والقبول باتفاق، هل هو قبول باتفاق مسقط الذي تضمن الهدنة في أحد بنوده؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. هدنة مفاجئة تضيف الكثير إلى الطرح المركزي لفكرة إيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن، خصوصا بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكية قبل أيام عن خطة جديدة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي ما رفضته الحكومة اليمنية الشرعية حينذاك، معتبرة أنها تصب في صالح الانقلاب وتهمش الشرعية. بيان التحالف الذي تحدث عن هدنة لمدة 48 ساعة شدد على أن قواته ستتصدى لأي تحركات عسكرية، مؤكدا على استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن الهدنة جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، وتمدد تلقائيا في حال التزمت الميليشيا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة ورفع الحصار عن تعز، وحضور ممثلي الطرف الإنقلابي في لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب في المملكة السعودية. من الواضح إذن أن مساعي حثيثة تبذل بشكل واسع للوصول إلى حل الأزمة عبر جولة جديدة من مفاوضات السلام، إلا أنه ليس من الممكن بلوغ هذه الجولة ما لم تتحقق شروط الهدنة من طرف الجماعة الإنقلابية، بعد أن عبرت عن استعدادها لوقف القتال والانضمام إلى حكومة وحدة وطنية. أما ما يبدو بحسب مراقبين بشأن موقف الحكومة الشرعية فيعد تراجعا بعد أن كان سقفها مرتفع تطالب فيه إلى جوار وقف إطلاق النار والانسحاب من المدن وتسليم السلاح إطلاق سراح المعتقلين. مبادرة واشنطن إذن تحاول خفض لغة الحرب، لكن سياسيا حتى اللحظة، بينما على الأرض يشتد القتال أكثر في جبهات عدة خصوصا في محافظة تعز، مما يعزز تضاؤل الآمال بإمكانية التوصل إلى حل للصراع الذي قتل فيه أكثر من 10,000 شخص ونزح مئات الآلاف. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن الشهري من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. البداية، دلالات قبول الحكومة الشرعية والتحالف العربي بهذه الهدنة بعد رفضهم لخطة كيريا المقترحة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخ بشير. بداية لإلقاء الضوء على هذه الهدنة، توقيتها، مفاجأتها، أيضا علاقتها بإعلان مسقط من قبل وزير الخارجية الأمريكي، ندرك أن ما لم يبقى إلا شهرين تقريبا لتسليم الرئاسة للرئيس الجديد ترامب كان قدر له ذلك. فريق أوباما يحرص في اللحظات هذه على إنهاء الانتهاء تقريبا من قضية العراق واليمن، لأنه أصبح واضح الأمر الوجهي التزام أمريكا تجاه إيران. الأمر آخر من ضمن البيئة الدولية، تخلي بريطانيا وغيرها أو تعليق أو تأخير أيضا مشروعها في مجلس الأمن تجاه الأزمة اليمنية، ثم عدم وضوح سياسة الرئيس الأمريكي القادم، معالمها غير واضحة في المنطقة بالرغم من الاشتعالات والآن ما يسمى بالصخور. نعم. وما قال تجاه إيران، إننا لا يمكن الاعتماد على ما يقال أثناء الانتخابات، لأنه أحياناً قد لا تعكس أخي الكريم السياسة الأمريكية بعد توليه للحكم. نعم. إعلان مسقط من قبل وزير خارجية أمريكا المفاجئ، وكأن الجميع توصلوا إلى اتفاق تام ونهائي الأزمة اليمنية،
لم يكن إلا فشل أيضا يضاف إلى ما قبله للسياسة الخارجية في المنطقة، وهو أيضا فشل متعمد. نعم. كان في غياب تام للتحالف والقيادة الشرعية اليمن، بالرغم من أنه تم الإعلان على أنه بالاتفاق مع السعودية والطرف الحوثي، لكن مثل هذه المناورات السياسية يجب أن يدرك الجميع أنها أصبحت مكشوفة تهدف إلى إحداث شرخ في التحالف، تهميش الرئيس هادي حكومته، تأليب الرأي العام أيضا اليمني ضد الشرعية لإضعافها، والقبول في النهاية بالواقع الذي على الأرض، والقبول بالحوثيين. نعم. وطرفهم الآخر صالح. نعم. كشريك أساسي في إدارة البلاد، ولكن مع بفضل الله سبحانه وتعالى كان الرد صادم من حيث تجاهل التحالف لمبادرة كيري، وأيضا كان الرد أيضا قوي من رئيس اليمن، مما اضطر نائب وزير الخارجية للذهاب للرياض مقابلة الرئيس وتقديم الاعتذار. أنا أعتقد أن هذه الهدنة أتت من رحم مقابلة نائب وزير الخارجية الأمريكي لفخامة الرئيس هادي في الرياض. نعم. أمام وجه الأمريكان في المنطقة، وأعتقد أنه في بعض الـ الأمور يجب أن نأخذ الحيطة والحذر لها بالكامل في مثل هذه الأمور. نعم سيادة العميد، ألا نعطي فرصة. نعم. للإنقلابيين أن يتنفسوا الصعداء وأن يعملوا ويقوموا بمثل ما يقوموا بكل هدنة. هذه. نعم. الهدنة أتت أخي الكريم بطلب رسمي من فخامة الرئيس بضرورات منها البيئة الضاغطة في الداخل والخارج، ثم أتت، وهذا المهم، الرئيس دولة يملك زمام المبادرة الآن. نعم. ومن موقف قوة إذا كانت مشروطة، وبالتالي طالما يفرض رئيس الدولة الشروط فستكون النتائج واضحة في الوقت. طيب سيادة العميد، هل تعتقد أن قبول الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة الشرعية والتحالف لهذه الهدنة التي جاءت من ضمن المقترحات التي جابها خطة كيري هي بداية للقبول بهذه المبادرة؟ لا، ليست القبول بهذه المبادرة، المبادرة بشكل عام مرفوضة. نعم. إذا تم تغيير، إذا تم الارتكاز على، لأنه أشير في الاجتماع أنه لم تكن أنه فهمت غلط أو الإعلام سوق لكلام لم يقوله كيري، ولكن الحقيقة غير ذلك. إذا تم، لأنه اتضح الآن، اتضحت الصورة أن ما يقوم به إسماعيل ولد الشيخ لم يكن بإدارة مجلس الأمن ولا بإدارة الأمين العام للأمم المتحدة، وإنما بإدارة مباشرة من وزارة الخارجية الأمريكية. وبالتالي إذا لم ترتكز أي مبادرة على المرتكزات الثلاث، المبادرة الخليجية، الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وأما قرار 22/16 فلن تحظى بالقبول لا من الشعب اليمني ولا من الشرعية اليمنية كقيادة ولا أيضا من التحالف. نعم سيادة العميد، القبول الحوثيين وأيضا الحكومة الشرعية والتحالف بهذه الهدنة، وأيضا هناك أنباء تقول بأن هناك أوامر بتوجه وفد الحوثيين إلى ظهران الجنوب للتباحث مع قوات التحالف، برأيك ما الذي سيدور في هذه المباحثات في ظهران الجنوب إن تمت؟ أولا الحوثيين أو الانقلابيين قبلوا بالهدنة، ثانيا وفدهم وصل صباح هذا اليوم لظهران الجنوب، ثلاثة أعتقد أن الشرعية اليمنية حازمة، طريق الشرعية أعتقد أنه تحرك إلى ظهر الجنوب مساء هذه الليلة، لا أؤكد ولكن لدي بعض الملاحظات أنه توجه وسيكون هناك مباحثات ابتداء من يوم غد. أنا أعتقد أنه الحوثي في موقف ضعف، إيران تخشى من المستقبل بعد شهرين، وبالتالي يود أن يحصلوا على أي مكسب مهما كان حشاشة هذا المكسب. أنا أعتقد أنه اليمن تنتصر وتعز تنتصر والحديدة تنتصر وكل مظلوم. نعم. ومكلوم في اليمن ينتصر الآن، والانقلاب إلى زوال بحول الله، وملالي طهران أيضا إلى زوال في القريب العاجل بحول الله. نعم سيادة العميد، هل تعتقد بأن كيري سينجز يعني المهمة التي ربما يأمل الإيرانيون والحوثيون ومن هم يعني يؤيدون هذه الخارطة بتحقيق إنجاز ما يخدم الحوثيين، أم ستظل هذه الفترة يعني تتراوح ولم ينجز أي يعني أي مبادرة أو حل الأزمة اليمنية حتى تظهر السياسة الأمريكية بوجهها الجديد؟ أستاذ الكريم والمشاهد الكريم، ندرك أن هناك ضغوطات أمريكية، بريطانية، روسية، صينية، ومن بعض الدول الإقليمية على الشرعية اليمنية وعلى التحالف، والتحالف يتكيف مع هذه الضغوطات، ولكن على التحالف أن يبطئ وتيرة أي تعامل مع هذه الضغوطات وأن يستثمر في الوقت الآن. ننجح على الأرض، لم يبقى إلا شهرين. أعتقد أنه أمريكا فشلت خلال الخمس سنوات الماضية،
وبالتالي يجب أن يتوج هذا الفشل برهاب أوباما وإدارته. نعم. طيب سيادة العميد إذا تكرمت ابقى معي، نشرك معنا في الحديث الدكتور نجيب غلاب رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات. مساء الخير دكتور. يا مساء النور والعافية. أهلا ومرحبا بك دكتور. سيادة العميد ربما بدأ مستبشرا وأن اليمنيين والشرعية تنتصر في هذه اللحظات، والانتصار التي تتحقق في تعز وفي نهم وفي كل المناطق اليمنية هي دليل بأن الميليشيا تتقهقر وأنها تبحث الآن عن طوق نجاة أو قشة تتعلق بها، وهي ما تمثلت بمبادرة كيري. أنا أتفق مع كل الطرح الذي طرحه سيادة العميد، وأؤكد أن الحوثية لا تأتي إلى التفاوض وتصر عليه إلا عندما تكون في حالة ضعف، هكذا عودتنا، وهي يعني لم تعد قادرة على أن تنجز بشيء، هي في حالة تقهقر وهناك إنهاك واستنزاف تواجهها في مختلف الجبهات. يعني على المستوى العسكري يعني الحوثية لم تعد قادرة على إدارة حرب وإنما قتل. في المستوى الاقتصادي وضعها سيء جدا، وأصبحت حتى يعني غير قادرة على تقديم أدنى الخدمات، وحتى صرف الرواتب لميليشياتها ستعاني في الفترة القادمة منها. على المستوى الاجتماعي سنجد أنه حالة رفض كاملة، ليس فقط في المناطق المحررة بل حتى في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها. نعم. أيضا في الجانب السياسي يعني أصبحت صورتها مشوهة، وأصبح كافة أبناء اليمن بلا استثناء يتعاملوا معها يعني باعتبارها لعنة وكارثة مكتملة الأركان، وينتظرون التشوه. التشوه دكتور نجيب اسمح لي، التشوه الذي تتحدث عنه ربما يعني هناك توجه مغاير لما تقول، وكما تعلم الآن كيري خطة كيري هي تخدم الانقلابيين بالدرجة الأساسية، وأيضا الهدنة التي أعلنت اليوم هي في خدمتهم بعد أن يعني يتقهقرون ويتراجعون وتتقدم المقاومة الشعبية والجيش الوطني، تأتي الهدنة لأخذ النفس وإعادة ترتيب الأوراق من جديد ومن ثم يبدأون معركتهم. نعم أنا أقول يعني يعني صورتها المشوهة والرغبة في الخلاص هي مسألة شعبية. بالنسبة للمنظومة الدولية هما اليوم يحاولوا أن ينقذوا الحوثية من مسألة السقوط، أصبح سقوطها مسألة حتمية، هي أصبحت عبارة عن عصابات تتحكم بمؤسسات الدولة المختطفة في صنعاء وتقهر الشعب اليمني. هناك حالة غضب كاملة موجودة في اليمن بسبب الأوضاع التي وصل لها الشعب اليمني كلها بسبب الانقلاب وبسبب الحركة الحوثية. نعم. وبالتالي اليوم يعني الأمريكان بشكل أو بآخر يحاولوا أن يحققوا للحوثية إنجاز، هذا الإنجاز لن يتم إلا من خلال التفاوض لا من خلال البندقية. نعم. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الضغوط الدولية علينا أن نتعامل معها بمرونة. نعم. مسألة المقترح الذي قدم من إسماعيل ولد الشيخ الأمريكان من خلال مساعد وزير الخارجية الأمريكي كان واضح أنه نعم. لن يفرض شيء على أبناء اليمن ولن يفرض شيء على الشرعية، هذا هو نعم. مقترح قابل للنقاش. وبالتالي مسألة الهدنة أنا أعتقد أنه الهدنة يعني لا لم يحدث وقت لإطلاق النار، وإنما هدنة قابلة يعني قابلة أن تعمل في حالة التزمت الحوثية بهذه الهدنة. الحوثية لن تلتزم بالهدنة بشكل أو آخر، وواضح من إذا السؤال دكتور هناك إطلاق صواريخ نعم. متعددة على المدينة وعلى الحوثية نعم. وجبهة مشتعلة، وهناك صواريخ تطلق على مارب، بمعنى أنه الحوثيين لم يلتزموا من ناحية عملية بالهدنة. نعم. إذا ما الذي يجبر الحكومة الشرعية والتحالف أن يعطوا هذه الهدنة كهدية للانقلابيين لترتيب أوراقهم لأخذ النفس للعودة بالحرب من جديد؟ ما دام هناك أقصد تقدم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لماذا لا يستمروا في معركتهم حتى ولو جاءت ضغوط دولية؟ لأن من هو على الميدان هو من يفرض يعني أوراقه. نعم. صحيح. خلينا نكون واضحين. نعم. في ضغوط دولية شديدة يعني من قبل المنظومة الدولية، ليس فقط على الشرعية بل على التحالف، ويبدو أن الأمريكان مارسوا ضغوط شديدة على 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 الشرعية. لكن بالأخير هذه الهدنة يعني الحكومة الشرعية ستتعامل معها باعتبارها مدخل أساسي أيضا للمساعدات الإنسانية،
والتحالف يعني مع الشرعية لديهم خطة كاملة، وهناك قوافل متعددة اليوم يتم إعدادها، وربما تبدأ بالانطلاق يوم غدا. نعم. ستتجه إلى تعز وإلى الحديدة وإلى البيضة وإلى الجوف. مسألة أن الحوثية ستستغل الهدنة، أنا أقول أن الوقت لا يعمل لصالح الحوثية نهائيا. كلما هم هناك اعتقاد أن الوقت يعمل لصالح الحوثية، أنا أقول الكلام هذا مش صحيح. الوقت هو ضد الحوثية. الشرعية تزداد قوة يوميا، تتمكن من تطبيع الأوضاع، تنظم نفسها، ويعني تعيد ترتيب أوراقها أيضا. الحوثية تزداد ضعفا كلما طالت المعركة، وبالتالي لا خوف من هذه الهدنة. أنا حسب تصوري لا خوف منها. نحن سنمتحن الحوثية بهذه الهدنة. إذا لم تتمكن الحوثية من الالتزام بها، أنا أعتقد أن يعني مسار المعركة العسكرية سيأخذ مجراه الطبيعي حتى نتمكن من إسقاط الانقلاب. نعم دكتور. إذا نعود لسيادة العميد. سيادة العميد، الآن إيقاف الطيران التحالف العربي من يعني القصف لأهداف وتحركات الميليشيا، ربما هذا هو الهدف الذي تسعى الميليشيا والانقلابيين من خلاله ومن خلال أي مبادرة، هو تحييد الطيران. هل تعتقد أنهم سينجحوا في هذه الجزئية على الأقل؟ لا أخي الكريم، أولا تحية للدكتور نجيب. نعم. وأعتقد أنه ما صدر عن الشرعية اليمنية بخصوص هذه الهدنة، واللي ذكرت أنها أتت من مصدر قوة في هذه المرة، فأتت بضوابط وبشروط. أولا وقف شامل لإطلاق النار من كافة أنحاء اليمن، فك الحصار عن تعز، وصول المساعدات إلى الحديدة. وأنا أرى الآن أنه يجب تفعيل الممر الآمن جنوب غرب تعز باتجاه لحس وعدن، وحماية القوافل بوحدات عسكرية، لأنه تعز تحتاج إلى مساعدة، الحديدة كذلك. نعم. لكن من ضمن طلبات الرئيس أيضا إبقاء الحظر البحري والجوي، الطيران يقوم بدوريات في سماء اليمن بالكامل فوق المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الإنقلابيين. نعم. وفي هذه الآونة هناك أيضا اختبار لمدى مصداقية الإنقلابيين بذلك، لأنه في نقطة ضعف. نعم. وسيكون الرد بحزم وبقوة على أي فرقات، سواء من الطيران أو من البحرية أو من الجيش الوطني. نعم. والمقاومة، هذا أمر واضح لا غبار عليه. نعم. سيادة العميد، هذه الهدنة هل تعتقد بأنها ستطول أم يعني هي كسابقاتها من الهدنة السابقة، ما أن تبدأ حتى تنتهي؟ إذا تحققت شروط الهدنة بالكامل، نعم فستطول، ويجب الاستثمار في الزمن من خلال المساعدات الإنسانية، لأنه مع الأسف اليمن بحاجة الآن ملايين البشر يحتاجون إلى العناية الطبية وإلى أيضا المواد الغذائية، والجو البارد الآن خصوصا في المرتفعات يحتاجون إلى مساعدات. وبالتالي إذا تم الوقوف على أن كامل الشروط مكتملة، نعم سيتم تمديدها أو سيعلن التحالف عن إبطال مفعول الهدنة كما فعل في مرات سابقة، لأن الانقلابيين لم يلتزموا بهذا التوقف. أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من الرياض. أعود إلى ينضم إلينا من تعز العميد صادق سرحان. مساء الخير سيادة العميد. إذا إلى أن يتم الاتصال بسيادة العميد صادق سرحان، أعود للدكتور نجيب. دكتور نجيب، المتابعة الآن للهدنة، ربما الحوثيون لم يلتزموا والآن تعز تقصف، وهناك كما تحدثت قبل قليل في نهم يعني المعركة مستمرة. إذا كيف يمكن للحوثيين والانقلابيين أن يعلنوا عن الالتزام بالهدنة ويشعلونها من جديد؟ يعني كما هو معتاد، شوف الحركة الحوثية اعتمدت على استراتيجية ثابتة في إدارة صراعها ضد اليمنيين وضد الدولة اليمنية، هو يعني إدارة الحرب، باعتبار الحرب هي الهدف الأساسي والطريق الوحيد لإخضاع اليمنيين. لكن عندما تصل كما قلت سابقا إلى لحظة ضعف، تبدأ تحاول أن تنجز ما أنجزته في المراحل السابقة بالبندقية، أن تنجزها بالتفاوض. نعم، ولكن دكتور اسمح لي في هذه الجزئية، نعم حتى لا نكرر الحديث، ربما قد تحدثنا عن هذه الجزئية في السؤال الأول. أقصد الآن إذا كانت الميليشيا كما تحدثت في
ضعف وهي تتقهقر، إذا لماذا عندما تأتي الهدنة وهي لصالحها تقوم بخرق الهدنة وتقوم بقصف الأحياء في تعز وأيضا مواقع الجيش الوطني في نهم وميدي وغيرها من الجبهات؟ الحوثية هي صحيح تخترق الهدنة، لكن حتى اتفاق 10 فبراير وأيضا حتى الهدنة مرتبطة بشروط أساسية، حق الدفاع والرد موجود، وكان رئيس الجمهورية واضح في هذه المسألة أنه أن الجيش الوطني سيلتزم بالهدنة، لكن مسألة أن يرد ويواجه هذه الاختراقات مسألة قائمة، يعني من هذا حق طبيعي. أقول بشكل واضح يعني أنه معركتنا مع الحوثية لن تتوقف، سواء حدثت هدنة أو لم تحدث هدنة، معركتنا معها طويلة، والمقاومة ليست فقط صلاح اليوم، المقاومة لابد أن تكون شاملة، هي حالة ثورية. الشرعية هي لا تعبر عن الجانب يعني حكومة شرعية رسمية فقط، هي أشبه بحركة تحرير وحركة ثورية، وبالتالي الحركة الثورية لابد أن تأخذ مسارات متعددة ومتنوعة في المرحلة القادمة في مواجهة الإنقلاب. أخطاء الإنقلاب كثيرة، الشعب اليمني لن يهجع ولن يسكن حتى يتم إسقاط الإنقلاب وتحرير اليمن من الكهنوت، هذه مسألة محسومة. طيب دكتور، على الأطراف الشرعية أن ترتب أورادها لإدارة معركاتها بأكثر من أداة. نعم دكتور، اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث من تعز سيادة اللواء صادق سرحان رئيس المجلس العسكري. مساء الخير سيادة اللواء. مساك الله بالخير، حياكم الله، أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بك سيادة اللواء. الوضع الميداني اليوم في تعز بعد إعلان الهدنة، اتصل بكم الرئيس شخصيا، ما الذي يدور الآن في تعز منذ بدء سريان الهدنة؟ الهدنة حسب العادة يعني الميليشيات لا تلتزم بهدنة من أول إعلان الهدنة، والقصف يعني مستمر على الأحياء السكنية وعلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في أحياء تعز بالكامل، فمستمر من عند إعلان الهدنة إلى الآن ما توقفت حتى لحظة واحدة، والضرب من المرتفعات ومن مواقع من الحوبان ومن مواقع الميليشيات على المدينة بشكل أكثر كثافة. نعم، كيف تتعاملون معها سيادة اللواء؟ نحن طبعا نرد على كل الاعتداءات ولن نتوقف عن الرد إطلاقا، فهل الرد هذا حق مقبول بالقوانين والنظام الاجتماعي الدولي والمحلي؟ نعم سيادة اللواء، يعني أنتم في الميدان من أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ماذا تمثل لكم إعلان مثل هذه الهدنة التي تأتي في الوقت التي تحققون فيها انتصارات كبيرة وسريعة؟ الهدنة دائما تأتي يعني طبعا عندما تبدأ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحقيق انتصارات على الميليشيات وعلى القوى المعادية، على طول نتفاجأ بإرسال بالتحرك إقليمي ودولي لإيجاد الهدنة، لكن عندما يكون العكس لا نسمع مثل هذه الهدنة ولا يعني يلتزموا بأي هدنة سواء كانت كذا وكذا، فإحنا يعني كان الوضع الميداني ولا زال لصالح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأعلن الهدنة، وبرغم هذا يعني احنا كنا بنلتزم ولكن الميليشيات لم تلتزم ونحن لم نتوقف عن الرد. إذا كانت الميليشيا لا تلتزم إذن لماذا تلتزمون؟ وما الذي يجبركم على الالتزام بهذه الهدنة وأنتم في مصدر القوة وزمام المبادرة بأيديكم سيادة اللواء؟ الميليشيات طبعا باستمرار تخالف الأعراف والأسلاف الدولي والمحلية باستمرار، ونحن نقول لمن يعلن الهدنة لابد أن يتحري الوضع القائم في الميدان، فضروري يكون الهدنة عند التوازي عند التكافؤ عند لكن دائما نحن نسمع الهدنة عندما يبدأ انكسار الميليشيات أمام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تبدأ الأصوات ترتفع للهدنة من هنا وهناك، ونحن نقول لكل العالم إننا لسنا دعاة حرب، نحن دعاة سلام، نحن لن نعتدي على أحد، نحن ندافع
عن عن سعد وعن أراضي سعد. نحن سنرد على أي اعتداءات وأي قصف سيادة اللواء بيحدث. نعم. سيكون الرد أقوى وأعلى. نعم. في المكان. هل ستقتصر يعني عملكم في هذه الساعات التي حددت للهدنة على الرد على أي مصدر لاختراق الهدنة، أم ستواصلون ما بدأتموه في هذا الأسبوع وحققتموه من تقدم وسيطرة على العديد من المواقع؟ ممكن نقتصر على الرد وممكن نواصل يعني في ظروف معينة يعني. نعم سيادة العميد، الكثير تحدث بأن هناك بدأت المعونات الغذائية ربما تتجه إلى محافظة تعز، هل لديكم معلومات بهذا الخصوص؟ وطلب ايضا من قيادة المحور لتامين هذه المواد لوصولها الى تعز، صحة هذه الاخبار؟ ما فهمتنا السؤال بالنسبه للضعف في تعز او خارج تعز. يعني الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل الميادين تكبد الميليشيات تسلح الخسائر، وأبناء تعز نكون مستعدين لنفير عام ضد الميليشيات وضد المعتدين. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء صادق سرحان رئيس المجلس العسكري بتعز، كنت معنا من هناك. عودة أخيرة إلى الرياض مع الدكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب، الآن كيف تقرأ دلالة ربما توجيه الرئيس عبد الرب منصور هذه المرة التي بدأ فيها حازما برفع الجاهزية والتوصية يعني للقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعدم التساهل مع أي خروقات تقوم بها الميليشيا؟ أولا الشرعية تتحرك اليوم من مصدر قوة يعني، وهذه الهدنة هي لم تأتي إلا نتيجة ضغوط مكثفة وضغوط قوية على الحكومة الشرعية، لكن بالأخير كن على يقين كامل أن الشرعية لديها الاستعدادات الكاملة يعني لإدارة معركتها في المرحلة القادمة. أنا أعتقد في حالة فشل هذه الهدنة ستكون هي الفرصة الأخيرة، ولن تتوقف المعركة حتى نصل صنعاء مستقبلا، لكن في حالة يعني رضخة الحوثية لهذه الهدنة، أنا أعتقد أن الأطراف الشرعية أتحدث هنا عن أحزاب وقوة اجتماعية ومثقفين ونقابات وكتل شعبية، عليهم أن يستعدوا استعداد كامل لإدارة معركة في المرحلة القادمة. يعني المعركة لن تتوقف حتى في حالة حدوث الهدنة. نعم. لابد من اختراع آليات ثورية لمواجهة هذا الانقلاب ووفق الطرق المتعارف. نعم. عليها فيما يخص مسألة توظيف القوة الناعمة اليوم في إدارة المعركة، لكن. نعم. هذا لا يعني أنه مسألة العملية العسكرية ستتوقف. أنا أعتقد أن الحوثية ستصل بها إلى حالة الفشل، وبالتالي علينا أن نستعد يعني حتى تكون الجاهزية في أعلى مستويات. نعم. أفهم من كلامك دكتور الحركة في المرحلة القادمة. نعم. أكثر حتما. نعم دكتور، في يعني 20 ثانية أخيرة فقط، أفهم من كلامك بأن مبادرة كيري انتهت ولن يعني تحقق أي تقدم للأزمة اليمنية، وأن الحل هو بيد الشرعية والجيش الوطني عسكريا؟ من ناحية عملية مبادرة كيري بطبيعة تركيبتها هي وصلت إلى أفق مسدود، الحكومة الشرعية رفضتها رفض تام، حتى لو حصل لو التقى الوفد الإنقلابي مع الحكومة الشرعية على طاولة مفاوضات، الحكومة الشرعية رؤيتها واضحة، وبالتالي هذه المبادرة من ناحية عملية هي انتهت، لا يمكن ابدا قبول اي مبادره خارج المرجعيات. أشكرك. وبالتالي على القوى الشعبيه والقوى العسكريه ان تستعد للمعركه. اشكرك جزيل الشكر رئيس مركز الجزيره للدراسات والبحوث الدكتور نجيب غلاب، كنت معنا من الرياض. الشكر ايضا لسياده العميد حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، كان معنا من الرياض. والشكر ايضا لرئيس المجلس العسكري في تعز اللواء صادق سرحان، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني. نلتقي إن شاء الله بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن.